هلا وقتها مع دكتور كليرا وادا دكتوراه ببرمجة الأفكار، ودايما نتفاجأ أنه هالأفكار تبرمج. إيه تبرمج. صباح الخير دكتور كلير، مساء الخير. صباح الخير ومساء الخير لوركا، كيفك؟ عم تحكينا من كاليفورنيا عبر زوم. ومثل دايما اليوم أنا بلاس فيغاس. بلاس فيغاس. حلو حلو كتير. كيف الحياة هناك؟ رواق طبعا، رواق وحلوة، يعني بذكرني بلبنان شوي. كمان يلا على كل حال انت جاية قريبا وناطرينك، وهيك بنستقبلك بالستوديو مباشرة. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور كلير، اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم انا حبيت كمل عن موضوعنا الجمعة الماضية اللي هو عن النقل. نعم. يعني ليه حياتنا نحن محل ما نحن، وي ار ستاك. فحبيت انا ضوي على موضوع انه العالم بتفتكر حالها انه by complaining about your life، لما بننق على حياتنا معناته نحن كأنه عم نضوي على الأمور أو على المشاكل تنحلها، بينما نحن بالعكس موضوع النق دايما بخلينا نضوي على الماضي، بخلينا نضوي على المشاكل. نعم. فحبيت ركز على موضوع النق اليوم. حلو كتير دكتور كلير هالموضوع، وخصوصا انه نحن بتصير معنا اشياء بالحياة او منحس حالنا على القنين وما بنعرف ليش، وما بنعرف انه بايدنا اوقات اشياء بتكون مزبوط. فخبرينا مزبوط. كيف هيدا الشيء بيصير؟ لقلك شغلي النق. النق انا لما بنق انا غيرت الطاقة تبعيتي، غيرت الانرجي اللي انا بداخله. نعم. انا لما بغير الطاقة، نحن اليوم صرنا بعصر مختلف تماما اللي هو نحن بنسميه صرنا بالكوانتم فيزيكس. الكوانتم فيزيكس هني اثبتوا علميا عن الطاقه تبعيتنا كيف هي بتجذب لنا الامور اللي حوالينا. فانا لما بنق شو انا شو عملت؟ انا عم ضوي على الامور التعيسه اللي موجوده بحياتي. بمجرد انا ضويت على الامور التعيسه اللي بحياتي، انا رجعت جذبتها مره ثانيه على حياتي. نعم. That's why لما بيكون عنا نحن experience بالماضي كانت experience facially، بدل ما نضوي على انه ننق عليها، we send blessing يعني شكرا لهالexperience اللي علمتني بالحياة لأنا اقدر اتقدم بحياتي. instead اللي هو موضوع النق، وانا بلاقي موضوع النق خاصة موجود عنا بالدول العربية دارج جدا جدا دارج. فبيقولوا لك طب ما انا حياتي كلها مشاكل، شو بدك اياني غمض عيوني عنا؟ It's not about نغمض عيوننا عنا، It's about كيف نحن ممكن نحل مشاكلنا من دون complaining. complaining لوركا نحن معناته عم نضاعف الطاقة تبعتنا، عم نضاعف شخصيتنا، معناته نحن عم نعطي الباور للشخص اللي complaining about them. نحن عم نعطي الباور لإلهم. نعم. طيب دكتور كلير، شو الحل انه الواحد ما يحكي عن المشاكل او يضيق على ايجابيات حياته، ولا كيف يعني ممكن يتعاطى مع مشاكله؟ كيف بده يذكرها؟ شوفي يعني الاعتراف فيها غلط؟ الاعتراف لا الاعتراف الواحد تو اكسبت المشكلة اللي مرق فيها، اكسبتت يتقبل. لما نحن بنتقبل المشكلة اللي مرقنا فيه بنعود بنبطل النق على الموضوع. ان نحن بنعمله باي اكسبتينج ات تو موف فورورد، اكسبتت لان اقدر اتطور بحياتي لقدام. نعم. يعني وما طلع بعلل الاشخاص اللي حوالي. لما انا عم نقع وضع البلد او بالعلل الناس اللي حوالي، طيب اوكي الوضع موجود، طب انا وات كان اي دو؟ انا شو ممكن اعمل؟ واتس ماي اوبشنز؟ شو هي الاوبشنز تبعيتي؟ نعم. هون الانسان لما بفوت بعالم الوزدم، لما الانسان بيكون عنده وزدم بيكون عنده الثقافه الكافيه لانه يطور من حياته بحياته. خليني اقول لك بعد جمله لوركا اثبتوا كمان انه الطاقه للماس للمجموعة الكبيرة لما بتتحول من عدم النق لطاقة عمل صلوات مديتيشن، بتغير وضع البلد تماما، بتغير وضع البلد. فنحن من ايدنا عنا تأثير على وضع البلد وعلى الأمور اللي نحن موجودين فيها، لأنه we complain about everything. معناتها انطلاقا من اللي عم تقوليه دكتور كلير، اذا اسقطني على الوضع اللبناني الشعب اللبناني كثير بنق، بتقول هلا ما هو حق، هو عايش بحياه صعبه، بس نتخيل اتحدت هذه الطاقه، طاقه النكد. نعم. وخلت لبنان بالارض. يعني ما بعرف. مزبوط يعني على الصعيد الجماعي عم نحكي، جماعه. نعم. فكيف يعني كمان الفرد على حياته كمان مصيبه.
مظبوط مظبوط. ليكي شوفي حتى انت لاحظي من الاشخاص اللي حواليك، لما بتلاقي ناس بتفوت على حياتك بتنق، يا هل ترى قد ايه ممكن تسمعيها؟ لا ما بقدر اسمعها. اوكي، بعد فتره انت بتزهقي من هالشخص. ايه. طيب انا بطلب من هالاشخاص اللي بنقوا يحطوا مسجله وينقوا يرجعوا يسمعوا حالهم. اوه حيتفاجئوا انه مش نحن هذا الشيء اللي عم بيعمل هيك، مش حيتقبلوا حالهم نهائيا. نعم. فاذا دكتور كلير، اول شيء اول نقطه لازم نتقبل مشكلتنا. اثنين، نتطلع فيها بطريقه مختلفه ونجرب كيف نحن ممكن نتطور من وراء هيدي المشكله. آه. ما في شيء بالاسم وسقوط بالحياه، في شيء اسمه انت لتكون انسان ناجح دايما بدك تتقبل مش الفشل، تتقبل الاكسبيرينس اللي مرقت فيها على انه اكسبيرينس تعلم للتقدم، منشان ما نعيد ونكرر حياتنا مره واثنين وثلاثه واربعه. بالضبط. فاذا لازم تكون التجربه او المشكله او الضعف هو بوش لقدام، دفعه لقدام لنكون افضل واحسن. طبعا، لانه بالنهايه نحن انسان، نحن بني ادمين وعندنا اغلاطنا وفي عندنا مشاكلنا وفي عندنا حياه وفي عندنا طلعات وفي عندنا نزلات، بس نحن كيف ممكن نتعامل معه؟ هون نحن بنعمل فرق بين شخص وشخص بالحياه، شخص متقدم وشخص استك بقيان محله. نعم. فاذا بعد في خطوات كمان كرمال نريح الناس اللي عالقانين. خليني اقول لك شغله، انا اذا بدي ضلني ماشي وعم طلع لورا، غير انه رقبتي بتوجعني، عم طلع لورا، عم بعمل فوكس على اللي ورا، في امور كتير ممكن تمرق بحياتي ما بقعد بقشعها. نعم. اختفي من قدامي. ليش؟ لانه بتتذكري مره حكينا فيها لوركا، العقل بيمرق بمراحل كتير، بالغاء معلومات، بتخيل معلومات، وتعميم معلومات. انا لما بكون عامله فوكس على المشكل او على الماضي لغيت معلومات من حياتي، تخيلت معلومات مش موجوده، لانه المشكل لما بصير بيحدث معنا مره بينما بعقلنا بيحدث ألف مره، بس لما بيحدث ألف مره بالعقل بصير في تطور بالمشكل، بنزيد له ايدين واجرين، بنزيد له انفورميشن، بنزيد له اشياء منا موجوده على ارض الواقع. ولكن عندنا مصلحه نزيدها، عندنا مصلحه بالحاضر انه نحن نشوف الامور بهيدي الطريقه. وعلى فكرة نحن ما بنقصد نعمل هيك، العقل اوتوماتيكلي بيعمل فلتر للمعلومات وبيكبر المواضيع وبيخلينا نتخيل الامور ونعمم الامور. اذا صارت عندنا مشكل بنقول ما عطول حياتنا هيك. اسمعي هذه الجملة، عطول حياتنا هيك. انا شو عملت؟ يا هل ترى انا ممكن غير حياتي اذا قلت عطول حياتي هيك؟ اكيد لا طبعا. الانرجي والفوكس تبعي راح لوين؟ على انه حياتي هيك، حياتي هيك. بالضبط. بس حلوين كتير هو ثلاث افكار دكتور كلير، قصة انه العقل بيعمل ديليت بمحي، وقصة انه العقل بيزيد يعني بتخيل اشياء جديدة مش موجودة، وقصة انه العقل بيعمم يعني عمليا نحن بمطرح في وهم. نعم نعم نعم. وموضوع التعميم خاطئ جدا، لانه ما فينا نعمم نهائيا، لانه ما في شيء بالتعميم عموما. لما بيقولوا عن 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 اشياء معينه بحددوا، مثلا اذا فشلوا بعلاقه معينه، ما انا حياتي على طول فاشله انا عممت، او الاشخاص هيدول دائما اللي بيطلعوا لي ناس فاشلين انا عممت. ايه. او فكره حلوه كمان مره قلتي لي اياها، انه انا حدا بيقول لك مثلا عندي مليون الف مصيبه، بتقولي له لحظه شو مليون ألف مصيبة؟ هات لنزغر، إنه هيدا التعميم والتوسيع غلط. يلا 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 بيطلع وحدة أو اثنين يعني وبينحلوا وعممهم الإنسان. بالزبط. أنا لما بعمم لوركا شو بعمل؟ بخلق مشاكل على حياتي وبعمل استك محلي ومبعود، بتحرك من محلي. نعم نعم. بدي أشكرك كتير دكتور كلير على المعلومات اللي كتير مفيدة اليوم، على أمل اللقاء الخميس القادم. هلأ لو أتكون منيحة إن شاء الله. شكرا لك.